أهلا بكم، حلقة جديدة من يا هلا والعناوين هي البداية. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. ما قصة الاعترافات والتقارير الدولية بأن لقاحات كوفيد تسبب الجلطات؟ أخصائية تغذية: القهوة تعالج تأخر النطق للأطفال. حياكم الله. أطلق ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تعد أحد ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدة في مجال الملكية الفكرية. وأكد ولي العهد تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال هذه الاستراتيجية في المملكة لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. كل شيء يبدأ بفكرة. فكرة قد تغير العالم إذا تحولت لواقع. خطوة جديدة نخطوها لنكتشف ماذا بعد. نطور المواهب والمبدعين لننطلق لما بعد التمكين. نستثمر في الأفكار والعقول لنتخطى حدود المعقول. نخلق بيئة فكرية خصبة تزيد من مكانة المملكة لتذهب بنا إلى مكان أبعد. نخلق بيئة تحميهم وتحمي ما بعد الفكرة. استراتيجية تنطلق بنا نحو سيل من أفكار المستقبل، نحو المستقبل وما بعد المستقبل، نحو مرحلة جديدة آفاقها أوسع من الواقع. الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، نحو الفكرة وما بعد الفكرة. ينضم معنا للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ تركي بن سلمة، المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. أهلا بك أستاذ تركي. الله يحييك أخي جمال، شكرا على الوقت. أستاذ تركي، بالبداية أبغى أسمع منك أكثر تفاصيل عن الاستراتيجية الوطنية اللي أطلقها سمو ولي العهد. بداية أرفع خالص الشكر والتقدير كما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وذلك بمناسبة إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والدعم المستمر لمنظومة الملكية الفكرية. أخي جمال، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتكون من ثلاث أهداف رئيسية. رؤيتها تكوين منظومة قوية للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار. الأهداف تتلخص في أهداف تركز على الأفراد من خلال تنمية الأفراد المبدعين والاعتماد على الخيال والتحدي، وتركز على تنمية المنشآت التجارية والاعتماد على الملكية الفكرية وتحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية للمبتكرين والمبدعين. جميل، أبغى أسمع منك برضو يمكن كيف يمكن أن تعمل هذه الاستراتيجية على تحفيز البحث والتطوير، كذلك على استقطاب الاستثمارات؟ نعم، اليوم في الملكية الفكرية والاستراتيجية الوطنية عرفنا أربع ركائز أساسية، أحدها توليد الملكية الفكرية، وهي تعنى بعملية استغلال المعارف والمعلومات المتراكمة لدى الأفراد والمؤسسات من خلال أسلوب التفكير والقدرات العقلية وتوظيفها بشكل مدروس لغرض خلق أفكار جديدة ذات مبدأ. بعد ذلك يتم إدارة هذه الملكيات الفكرية من خلال تسهيل تأمين الحقوق بكفاءة عالية، وذلك بتحسين أنظمة الملكية الفكرية في المملكة. ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة بناء منظومة
متكاملة لتقييم الملكية الفكرية وتتجيرها من خلال استثمارها عن طريق صناعة المنتجات والتعاملات، والذي سوف بلا شك يبني منظومة متكاملة تدعم الاستثمار من حيث تحفيز المستثمرين لوجود أنظمة تكفل الحقوق للمبدعين والمبتكرين. جهود مباركة، نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذ تركي بن سلمة، المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء النسخة الثانية من مبادرة المحتوى العربي، وذلك في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. طبعا الشراكة بين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي وإثراء وصندوق التنمية الثقافي يأتي من دورنا بالاهتمام بصناعة المحتوى الثقافي والإبداعي العربي. اليوم هذه الشراكة تأتي تحت مظلة مبادرة إثراء المحتوى، والتي نفخر من خلالها بتقديم عدد من الدعم سواء المادي أو اللوجستي أو التسويقي لمشاريع نوعية تنهض بالمحتوى العربي، سواء كان الرقمي أو كان الموسيقي أو كان كذلك المرئي أو حتى المسموع. طبعا الدعم يأتي في 7 مجالات مختلفة، منها الأفلام الوثائقية، منها البودكاست، منها كذلك المنصات الإلكترونية، منها الألعاب الجوال الموبايل. طبعا التسجيل راح يكون إلكترونيا عبر موقع إثراء، والتقديم راح يكون مفتوح من اليوم بمشيئة الله تعالى، وينتهي التسجيل في نهاية شهر مارس، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة لدراسة المشاريع المقدمة، وبعد ذلك إعلان المشاريع التي سيقدم لها المنح والدعم. بعد عملية تقييم المشاريع سيتم تقديم الدعم المالي واللوجستي والتسويقي لهذه المشاريع المختارة. فطبعا احنا الدعم راح يقدم من ناحية استشارات، يقدم في على شكل استشارات، يقدم على كذلك بشكل متابعة، وكذلك بشكل مثل ما ذكرت مادية. ولازلنا في حقل الابتكار، إذ اختتمت في الرياض فعاليات برنامج ديوان الابتكار 2022، حيث أقيم الحفل الختامي للبرنامج الذي تم إطلاقه في مؤسسة مسك ليكون محركا مستداما لصناعة المبتكرين الاجتماعيين من خلال دعمهم وتمكينهم. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. برنامج ديوان الابتكار هو برنامج يعمل كمحرك للابتكار الاجتماعي، يهتم بشباب المجتمع لتقديم حلول التحديات المجتمعية وفق منهجية أثر، لتقديم حلول مستدامة بإذن الله لتحديات المجتمعية اللي يواجهونها. اليوم احنا في معرض حفل الختام تكريم الفائزين بحول الله وقوته. ممكن نقول بعض الأرقام، عدد المتقدمين لبرنامج ديوان الابتكار شارك فيه أكثر من 5000 شخص، تكلم عن 1450 فكرة تم تصفيتهم للمعسكر الحضوري إلى 32 فكرة، عملوا لمدة 7 أيام على تطوير أفكارهم وفق المنهجية المطروحة وبطرق علمية. اليوم نكرم 10 الفائزين بحول الله وقوته ونسعد بذلك. خضع اختيار الأفكار لمعايير مختلفة، التصفية الأولية والتصفية الثانية، وأكثر من معيار تم اتخاذه، منها مثلا قابلية التنفيذ، الفريق العمل والتوافق بين فريق العمل وما بين الطموحات والأمال اللي حاطينها، النموذج الأولي كذلك واحد من العناصر اللي تم دراستها، ولجنة التحكيم أخذت أكثر من معيار في الحسبان لاختيار فرق اليوم، وفالهم التوفيق إن شاء الله. فكرتنا باختصار هي عبارة عن مجتمعات تقدر من خلالها أنك تدخل وتتعلم المهارة اللي أنت حاب تتعلمها. فعلى سبيل المثال تبي تتعلم البرمجة، تقدر تدخل تلقى كوميونيتي أو مجتمع مخصص للبرمجة حاطين تحدي معين لازم تنجزه، خلال هذا التحدي أنت راح تتعلم، بتساهم مبلغ مالي، إذا خلصت التحدي راح ترجع لك القيمة اللي أنت دفعتها. الفوائد اللي حصلناها في ديوان الابتكار صراحة لا توصف. فكرتنا كانت بذرة وحقيقة نمت بشكل كبير خلال الديوان. كان عندنا أسبوعين نقدر نجهز فيه فكرتنا، الأسبوع الأول كان افتراضي، والأسبوع الثاني اللي هو حنا حاليا فيه اللي هو الحضوري، يعني محكمين دوليين، خبراء استشاريين، دكاترة في جامعات، كلهم كانوا معنا يحاولون أن يرشدونك في مجال في تخصصك في مجال فكرتك.
الفكرة ببساطة إنه مرضى الأورام وذويهم أول ما يتشخصوا وخلال رحلة العلاج تكون عندهم الكثير من التساؤلات، الكثير من الخوف، الكثير من الألم، وما هم عارفين إيش يسووا ولا يتصرفوا في أشياء معينة. الذويهم تحديداً عليهم ضغط كثير لأنهم يحاولوا يدعموا المريض في نفس الوقت هم عليهم ضغط، ما عندهم مجال يدعمهم. ما أعتقد إنه في أي أحد بيفهمهم وبيقدر معاناتهم وبيتلمس احتياجاتهم قد المريض اللي مر في تجربة سابقة. فكرتنا الأساسية إنه إحنا بنسوي بلاتفورم أو منصة إلكترونية تقدم مجتمع متكامل يخدم مرضى الأورام وذويهم من خلال بكل خصوصية وأمان. ديوان الابتكار كان مبدعين في أنهم علمونا كيف نأخذ المشكلة وننظر للحلول حتى لو كانت الحل حقنا مقتنعين فيه مبدئيا، لا يخليك تفكر للحل من أكثر من جانب وتطوره. إذا كنت تفكر فيه بطريقة مبسطة، لا فكر فيه من أكثر من طريقة وأكثر من جانب. استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة رئيس وزراء جورجيا وأجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية رحب فيها ولي العهد برئيس الوزراء الجورجي في المملكة. وصدر بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جورجيا إلى المملكة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجلس الأعمال السعودي الجورجي المشترك وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، بجانب تعزيز وتطوير التعاون في عدة مجالات. فيما أعلن رئيس الوزراء الجورجي دعمه لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. تعود العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وجورجيا إلى العام 1994 للميلاد. افتتحت جورجيا سفارتها في الرياض عام 2015، بينما افتتحت المملكة سفارتها في العاصمة تبليسي عام 2018. شهدت العلاقة بين البلدين تطوراً ملحوظاً بين عامي 2015 و2018، وذلك بفضل زيادة التجارة والسياحة. جرى توقيع أول اتفاقية بين البلدين في عام 2016، وهي اتفاقية عامة تتعلق بالتعاون بين جورجيا والمملكة. عزز البلدان علاقتهما الاقتصادية والتجارية عبر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2019. عزز الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية عبر توقيع اتفاق يتعلق بالحركة الجوية. يتصدر السعوديون قائمة السياح العرب في جورجيا بأكثر من 50,000 سائح سنوياً. قدمت المملكة لجورجيا مساعدات مالية بقيمة تجاوزت 546 مليون دولار، وذلك دعماً لأحد عشر مشروعاً تعليمياً، وذلك من العام 2017 وحتى العام الماضي 2021. يواصل تحدي سمارتثون تحت عنوان تحدي المدن الذكية الذي دشن خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية استقبال الراغبين في الالتحاق حتى 8 يناير 2023، وذلك بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض. عبر الهاتف ينضم معي المهندس ماجد الشهري المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. مساء الخير مهندس ماجد. مساء النور، حياكم الله. الله يحييك. أود أن أسمع منك تفاصيل أكثر عن الشراكة الاستراتيجية للسمارتثون مع وزارة الشؤون البلدية والجهات الأخرى معكم. انطلقت هذه الشراكة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شهر سبتمبر الماضي من تقريبا 3 شهور. طبعا الشراكة قائمة منذ فترة مع هذه الجهات المختلفة. كل جهة من هذه الجهات لديها دور تقوم فيه حاليا فيما يتعلق بتحويل المدن الذكية إلى واقع ملموس لدينا في المملكة العربية السعودية، إنفادا لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد بأن تتحول المملكة إلى موطن للمدن الذكية ودولة ذكية إجمالا إن شاء الله في السنوات القادمة. فقمنا ب إنشاء هذه المسابقة، أعلننا عنها من 3 شهور. بدأنا الآن بالتسجيل النهائي في شراكة مع هذه الجهات التي ذكرتها. سنقوم إن شاء الله بتوفير البيانات التي قمنا بجمعها خلال الأشهر الماضية، وسيقوم المتسابقين والمتوقع أن يكونون من المتخصصين في
البيانات والذكاء الاصطناعي بتحليلها وإيجاد أفضل حلول يمكن تطبيقها في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الرياض لمعالجة أحد أهم المشاكل في المدن الذكية الكبرى في العالم، وليس فقط في المملكة. من أهم التحديات التي نواجهها الآن هي مشاكل التشوه البصري، فسنقوم إن شاء الله باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي بإيجاد ألغوريثمات وأنظمة حديثة جدا للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشكلة المنتشرة في كثير من المدن العالمية وليس فقط مدينة في المملكة. لما نتكلم عن هذا التحدي، هل هناك فئة مستهدفة تستهدفونها في هذا التحدي؟ هل يتطلب الموضوع مستوى تعليمي محدد؟ نستهدف في هذا التحدي متخصصين وممارسين لتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من علماء البيانات، مهندسي الذكاء الاصطناعي وغيرهم من المتخصصين في البرمجة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. سنقوم بتوفير بيانات لهم بإذن الله، وسيقومون بإيجاد برمجيات خاصة، وسيكون هناك أيضا تفاصيل أكثر لآلية عمل هذه المسابقة عبر التسجيل في الموقع المعلن. إذا ذهب المهتم إن شاء الله إلى موقع تدايا في حسابات التواصل الاجتماعي سيجد الرابط للتسجيل في هذه المسابقة، وسنقوم إن شاء الله بتوفير بيانات أكثر للراغبين بمعرفة آلية وكيفية المشاركة في هذه المسابقة عبر الموقع المخصص للتحدي. شكرا جزيلا لك المهندس ماجد الشيري، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. بعد الفاصل، هل تسبب لقاحات كوفيد الجلطات؟ الإجابة تسمعونها بعد قليل. حياكم الله من جديد. روجت بعض المواقع الإخبارية والصحافة العالمية ما نقلته عن مصادر مختبرية وعلمية بأن هناك احتمالية واردة في أن تتسبب لقاحات كوفيد 19 في حدوث جلطات لدى كثير من الأشخاص. هذه الأخبار التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حلقت وخلقت حالة من التخوف والتوجس لدى البعض، بينما كذبها ونفى صحتها آخرون وصفوها بالمعلومات المضللة، وأكدوا أن هناك مبالغة بشأن الآثار الجانبية للقاحات، مثل الادعاءات الكاذبة بأنها تسبب العقم أو جلطات دموية أو سرطانات مميتة وغير ذلك من الآثار الجانبية. لكن ما هي حقيقة هذا الأمر؟ ولماذا تتكرر دائما مثل هكذا أخبار؟ وما هي قصتها وقصة نظرية المؤامرة المرتبطة بها؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه مع ضيفنا في الاستوديو الذي ينضم معنا الدكتور همام بن علي عقيل، أستاذ المناعة والعدوى. أهلا بك دكتور همام، شكرا لقبول الدعوة وحضورك يا أهل اليوم. الله يمسيك بالنور وشاكر لكم الدعوة، سعيد بتواجد معكم. بس همام هلال عقيل. هلال عقيل. هلال عقيل. حقك عليك. حق الله حقك عليك. دكتور، يمكن مر عليك التقارير اللي صدرت وشفناها. صحيح. واللي كانت تتكلم أنه الـ FDA منظمة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت تقرير تقول فيه أنه لقاحات كورونا تسبب الجلطات وأنه هذا أمر ثابت، مدى صحة الكلام؟ طيب مبدئيا طبعا ما في FDA ما أصدرت أي شيء، يعني الناس تناقلت الأخبار، هذه المشكلة في مشاهير يتكلموا وناس تأخذ منهم الأخبار بدون ما ترجع. في دراسة، نعم في دراسة، لكن FDA ما جات طلعت قالت الكلام اللي هو مدعى انه يعني ما صدر منهم شيء. لا صدرت، هي دراسه بالتعاون بس ما هي ما يعني هو قال لك الاف دي اي اعترفت اخيرا انه الجلطه انه التطعيم سبب الجلطات، هذا ليس له اساس من الصحه. الدراسه او المشكله اللي الناس تتكلم عنها تتكلم في ناحيه اخرى تماما. الدراسه اللي طلعت طبعا اي شخص مختص يقدر يفهم الدراسات العلمية يعرف يقرأ الدراسة ويفهم إنها ما بتتكلم عن الموضوع هذا. الناس اللي نشرت الكلام ده لم تقرأ الدراسة أو حتى لو قرأتها ما فهمتها. الدراسة بتتكلم لك عن الارتباط، درسوا الارتباط حق
وجود جلطات بعد للناس الملقحة بكورونا. جيد. الدراسات العلمية دائما تكون مبنية على تصميم أو ديزاين. الديزاين حق الدراسة هذه أصلا ما يسمح لها تدرس السببية ما بين الاثنين هذه، ونفس الـ يعني كتاب الدراسة نفسها يعني هم ما ادعوا الكلام ده، هم بيقولوا لك ترى هذا لا يدل على كذا، احنا بندرس كذا وفي محدوديات كثيره في الدراسه. هم يدرسون الافتراضيه يعني. الافتراضيه هل هذا موجود، هل في ارتباط، هل في هي مو ارتباط، هو بيقول لك هل في سبب، تقول اللي ياخذ لقاح كورونا بيجي له جلطات، هل هذا صحيح، هل A يؤدي الى B. هذا الدراسه اصلا ما بتتكلم في الموضوع ذا. اجل هو الدراسه بتدرس تشوف هل في ارتباط، يعني اللي هو الناس بتدرس يعني دراسه استقصائيه، هل بعد السنوات دي كلها وبعد الكميات هل في ناس تاخذ كورونا، ودرست وطلعت ارقام، طلعت النسبه 0.6 من 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 1000، يعني رقم 0.06 من 1000، يعني رقم مره صغير. وفي نفس الدراسه ما بيقول لك انه هذا سبب اللقاح، ما لا. أثبتت الدراسة أنه اللقاح يسوي جلطة، لا أبداً أطلاقا. لا أبداً. وفي نفس الوقت لازم تكون عارف أنه الدراسة بتتكلم على فئة من الناس، طبعاً معمول على فئة من الناس، مو يعني مو هم عارفين تاريخهم المرضي، طب هل هم مدخنين أم لا، طب هل هم عندهم أصلاً مشاكل في الضغط ولا في الكوليسترول ولا سمنة ولا شيء. فبالتالي أنت أصلاً يعني لما تبتد تعرف هل هذا يسبب هذا، انت في المقام الاول لازم يكون تصميم المرض. تصميم الدراسه يكون مختلف تماما. الناس اللي اخذت الموضوع وطارت بالعجه هذا، يعني خليني اوضح لحضرتك والساده المشاهدين نقطه، اعطيك مثال ممكن يكون ابسط يوضح الدراسه اللي بتتكلم على ايش. اليوم نفترض انه احنا جينا نبغى عندنا في المجتمع بشكل عام عندنا الدفايات حقت الجو نستخدمها في فصل الشتاء، تمام؟ طيب جينا عملنا شفنا كده، عملنا استقصاء، جبنا دفايات وجبنا ناس في فصل الشتاء تستخدم الدفايات، وشفنا انه والله الناس هذه زاد نسبة اصابتهم بالزكام خلال فصل الشتاء. جينا يجيك الشخص احد الاشخاص يقول لك الدفايات معناتها هي اللي سببت الزكام وأعراض البرد. لا مو صحيح، هو فصل الشتاء أصلاً يسبب. فأنت لما تربط هذا بهذا هذا غير صحيح. نفس واحد يقول لك أنا أخذت تطعيم ونزلت في الشارع سويت حادث، ما له علاقة. الارتباط لا يعني السببية بأي حال من الأحوال. طيب لنفترض، وهذا افتراض يعني آخر، بما أننا نتكلم عن المؤامرات خلينا نفترض يعني لنفترض أنه هذا الكلام صحيح، وانه بالفعل اليوم هاللقاحات تسبب الجلطات، تمام. هل في طرق لمعالجه المشكله في حال كانت موجوده؟ الجلطات هي ما هي وليده اليوم، ولو مشينا في الافتراض هذا الا غير صحيح، يعني لان في ناس تحب تقص المقاطع وتاخذها ويقول لك شوف دكتور سعودي يقول لك، يعني صارت يعني قبل كذا. فلو افترضنا هذا الافتراض، الجلطات هي موجوده وبتعالج اصلا في المستشفيات، والجلطات اصلا موجوده من مرضى كورونا. انت العلم حط في بالك اللي يصاب بكورونا بالذات الناس اللي توصل حالاتهم للخطيره، اكثر من 30% بيجي له جلطات. كورونا كفيروس يعني الفيروس نفسه اللي يسبب الجلطات. نعم نعم نعم. يعني فانت اليوم بس ليش بس عشان نوضح للناس ليش كورونا يسبب الجلطه للي تصل حالتهم خطره. تمام. هي يعني ما ابغى اعقدها، لكن هي رده الفعل المناعيه حقه الجسم تجاه كورونا تسوي نوع من انواع التحفيز لوجود الجلطات. دائما في رده الفعل الشديده يصير تحفيز لحدوث الجلطات، فتصير نسبه حدوثها تكون اعلى عند بعض الاشخاص عن ناس ثانيين. التفاصيل العلميه طبعا ايش اللي بيصير داخل هذا كثيره، لكن اتكلم بشكل عام هذا يؤدي الى هذا بسبب رده الفعل المناعيه. طيب هل التطعيم يسبب نفس الشيء؟ لا. ما احنا اليوم عندنا مثبت انه كورونا تسبب كذا. طب هل التطعيم، ترى شوف في العلم يعني خلينا نتكلم، انا اليوم لو اعرف انه فعلا التطعيمات تسوي الكلام ده، انا مستفيد كعالم في التخصص انه
نلاقي حلول، نلاقي بديل، الجهاز الصحي والطبي يكون جاهز لعلاج المشاكل هذه، لأنه الجلطات مو شرط سببها أيا كان سببها لها علاج ولها بروتوكول. ليش اليوم الناس اللي تدخل في حالات حرجة أو تدخل في حالات خطيرة في كورونا بيعطوهم مذيب جلطات أو مسيل للدم عشان لا يوصل لمرحلة أنه يصير جلطات بسبب العدوى حق كورونا. فهذا إجراء أصلاً مو بسبب اللقاح، وأصلاً اللي يصل الحالة الخطرة في الغالب هو ما غير هو ما أخذ اللقاح. صحيح. ما أخذ اللقاح صحيح. بالدرجة الأولى. طيب وجهة نظر أخرى أيضاً من نظريات المؤامرة أنه ما نبغى نذكر أسماء لقاحات، لكن في أكثر من 6-4-3 أنواع من اللقاحات موجودة وانتشرت حول العالم في الفترة اللي شهدنا فيها كورونا واللقاحات حول العالم. هل يفرق اليوم لقاح عن لقاح في أنه يكون مسبب للجلطة من عدمها؟ بمعنى هل كل لقاحات كورونا آمنة ولا لا؟ في لقاحات تعتبر آمنة بطبيعة الحال ولقاحات لا؟ إلى اليوم إلى اللحظة اللي نتكلم فيها هذه ما في، صارت دراسات كثير وأعداد الناس اللي طعمت على حول العالم مئات الملايين. لو كان بغض النظر عن الشركات زي ما تفضلت، لو كان هذا يسبب هذا كان نعرف وبان على الأرقام الكبيرة هذه كلها اللي صارت. اليوم جميع اللقاحات الموجودة هي آمنة. لا تتكلم لي على عرض جانبي قد يعني السخونة عرض جانبي مثلا تقول لي أنت هذا ضار، لا. زائداً اللقاحات أصلاً أي لقاح بعيداً عن كورونا أصلاً أنت تأخذ لقاح إنفلونزا العادية يعني تقعد يومين بالفراش يعني مثلاً هذا مثال مثلاً إيه؟ صحيح الأطفال يأخذ التطعيم حق هذا يقعد ليومين صحيح هذه ترى للعلم يعني أنا ذكرتها قبل كذا في روتانا رد الحرارة الخفيفة اللي تطلع والأشياء هذه كلها هذا يدل إنه جسمك المناعة اشتغلت استجيب هذه الحرارة ما هو شيء يجيني من برا من بكتيريا أو فيروس الحرارة هذا شيء مناعتي اللي بتسويه عشان ما تعطي الفيروس داخل الجسم البيئة المناسبة إنه يتكاثر أو الحرارة المناسبة إنه يتكاثر فيكون مساعد لباقي خلايا المناعة. هنا عندي سؤال، هل معنى إنه شخص اليوم خذ اللقاح وصار عنده حرارة أي إنه أفضل مناعة من شخص ما جته حرارة لما أخذ اللقاح؟ لا ما نقدر نقولها كذا، بس نقدر نقول إنه اللي جته حرارة هذا ردة فعل المناعة حقته كانت قوية أقوى. اللي ما جاته حرارة ردة فعل مناعته أضعف، لا تعني ضعيفة، أضعف نسبيا من الأولى، ولكن ما زالت حتوصل للليفل هذا، لكن تأخذ وقت أكثر. عشان كذا إحنا بنقول اللقاح مما تأخذه. أنت اليوم أخذت اللقاح، بكرة لا قدر الله جاتك عدوى، ما له علاقة اللقاح. اللقاح يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين عشان يشتغل في الجسم. ليش نقول من أسبوع إلى أسبوعين؟ لأنه أنا وأنت نختلف في استجابة مناعتنا وفي طريقة مناعتنا وكيف الجسم صح. يتعامل معها عشان هذه الفروقات. الحديث اليوم عن اللقاحات وكورونا يقودنا برضو إلى يمكن سؤال مهم دكتور، انتهت كورونا؟ هل انتهت؟ لا إطلاقا ما انتهت. كورونا ما زالت موجودة، لكن اليوم الحمد لله وعي الناس الكبير في أخذهم للقاح، السلوكيات اللي تركتها كورونا في حياتنا الشخصية من يعني نظف يدك، عقم يدك، تخش سوبر ماركت عقم، الهيجين بالضبط، هذا صار أفضل من أول بكثير. هذا ساهم طبعا إنه يقلل الحالات، حتى الناس اللي بتنصاب، في ناس كثير بتنصاب، لكن هل بيدخل مستشفى وبيتنوم؟ لا. إلى الآن الحمد لله الأمور مستقرة. إحنا نقول إن شاء الله إنه الوعي ينتشر والناس اللي قاعدة تكذب على المجتمع وتستخدم تأويلها الغير صحيح والغير موفق للدراسات بتخويف الناس من اللقاحات، إنها يعني يخاف الله أول شيء في نفسهم وفي الناس، ثانيا إنه نتمنى إنه ما نصل لمرحلة إنه المتحورات تزيد ويزيد نسبة التحور وتزيد المشاكل هذه إلى أن نصل لمرحلة نبدأ من نقطة الصفر. كيف يعني أنت تقصد إنه المتحورات مستمرة؟ إيه تحورات. شوف هو من فضل الله ولطف الله علينا إنه فيروس كورونا الجينوم حقه مرة كبير، فتحتاج طفرات كثير عشان يصير تغيير جذري فيه. لكن إحنا بنشوف
كل فترة بيطلع لنا متحور جديد متحور جديد متحور جديد. أنت ما تبغى توقف حلقة سلسلة العدوى هذه قبل ما تصل لا قدر الله لتغيرات جذرية كثيرة في الفيروس، مما يؤدي إلى تغير كامل في خصائصه أو ميجر أو يعني كبير في خصائصه. بالتالي أنت حتحتاج تعدل على التطعيم وترجع تنتج ولوجيستيكس على مستوى العالم من جديد، لأن التطعيمات السابقة ما تكون مؤثرة. في أنت اليوم تتكلم التطعيم ما زال مؤثر بنسبة 60-65 وهذا مقبول علميا يعني بس هذا على مستوى على مستوى الشعب كامل، مو على مستوى العالم. على مستوى العالم 60-70 طبعا، لأنك أنت هذا رقم كبير ترى. طبعا مستوى العالم. طبعا طبعا أنت 50% يعتبر عظيم، لأنك أنت اليوم تتكلم إحنا جزء من العالم، والعالم عبارة عن يعني قرية واحدة مع خطوط الطيران والسفر والشحن والأشياء دي كلها. الآن أنت اليوم بعد 12 ساعة من الآن أنت ممكن تكون في لوس أنجلوس ولا في الصين، يعني فالعالم لازم أنت تحرص أنه التطعيمات تكون متوفرة في كل العالم، الدول الفقيرة الغنية في كل مكان، على أساس أنه إن شاء الله الحلقة دي أو السلسلة دي تنكسر وما تصل لمرحلة الفيروس يعني يتحور بشكل إضافي. لكننا قاعدين نشوف دول كثيرة لازالت حالات العدوى بكورونا في تزايد، هل لأنه ما أخذوا اللقاح؟ شوف الصين لازالت طيب لازالت تكافح إلى الآن. طيب خلينا نفرق بين شيئين رئيسية. في شيء اسمه عدوى وفي شيء اسمه مرض، وهذه تختلف. كون إن أنا جاتني عدوى لا يعني إني بالضرورة إني ممكن أمرض. يعني أنا ممكن الآن عندي كورونا بس ماني مريض، معنى أنك تصير ناقل للفيروس، ممكن حتى نسبة النقل هذه تكاد تكون معدومة. ضعيفة جدا. اللقاح اليوم ما يقي من المرض، ما يقي عفوا من العدوى، هو يقي من المرض الشديد. يعني اليوم أنت تعال شوفها كم عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا. اللقاح ما يقي من العدوى، ما يقي من العدوى إطلاقاً، لكنه يخفف أعراض. يعني هنا نرجع من جديد لكمية مسبب العدوى اللي جات للشخص وكفاءته المناعية، فبالتالي نقدر نقول أعراضه شديدة أعراضه خفيفة، لكن ما حتدخله في مرحلة الخطر أو الحرج أبداً. اللقاح ما يخلي الإنسان يموت. إحنا كم كان عدد الوفيات أول؟ كم عدد المرضى اللي في العناية المركزة ومعظمهم كان يعني يتوفاه الله. فاليوم أنت تتكلم لا اليوم بيجينا كورونا وبيجينا أنا جاتني يمكن 5-6 مرات بعد اللقاح، لكن الحمد لله أروح وأمارس حياتي بشكل طبيعي، ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة ولا أني مريض ولا أني تعبان، وهذا هذه فائدة اللقاح. جي طبعا عشاق نظرية المؤامرة يتحدثون أنه الكثير من الدول ألزمت مواطنيها لأسباب عدة، ما أبغى أذكر الأسباب، لكن أنا بسألك أنت كخبير وأستاذ في المناعة والعدوى، البروتوكولات الطبية لدينا في السعودية فيما يتعلق بإقرار لقاح معين إلى أي مدى هي صارمة؟ شوف أنت تتكلم على وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهذه الجهتين يعني أثيرة على قلبي حقيقة، مو عشان أنها جهات فقط سعودية، لأنها تعمل بطريقة صحيحة بطريقة علمية بطريقة أثبتت للعالم إنه إحنا عندنا العقول وعندنا القدرات، والدولة حفظها الله يسرت كل شيء. تبغى الشعب هذا من أعظم الشعوب وهذا اللي تقدمه. فأنا يعني قبل كذا في لقاء معاك الذكرى أيام كورونا أيام عز المشاكل كنا نتكلم على مدى صرامة المعايير المرصودة من أو الموضوعة من هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة لاختيار اللقاح ومعرفة. يعني جات فترة يمكن إحدى الدول الشقيقة يعني لنا وقريبة جدا مننا أقرت لقاح صيني، صح، وإحنا ما أقرينا، صح. هذا مثال يقول لك انه لا المعايير معايير الجوده في اللقاح هذاك ما كانت تتطابق مع معاييرنا، قد تتطابق مع معايير دوله اخرى لهم الاحترام والتقدير، لكن ما معاييرنا الصارمه جدا لا لا. فهذا يؤكد لك الاليه اللي تعمل في هذه اللقاح. اخر سؤالين وهي من الاسئله اللي كنا نسالها ايام كورونا، يعني ايام شده كورونا، وبرجع اسالها ثاني مره لانها بدات تعيد نفسها ثاني مره خصوصا مع موسم الشتاء.
هل إصابة الشخص بالإنفلونزا الموسمي يضعف مناعته ويجعله عرضة أكثر لفيروس كورونا؟ طب شوف، خلينا نتكلم على أكثر ثلاثة. ليش أسألك؟ لأنه في مفهوم سائد الآن أنه على كثر ما تمرض أنت اليوم على كثر ما تضعف مناعتك، بينما هناك أطباء يقولون العكس، يقولك بالعكس أنه مرضك اليوم هو دليل على أنه مناعتك تعمل بشكلها الطبيعي. شوف، تكرار العدوى بشكل مستمر في فترات قصيرة هذا لا، مدلوله مو جيد على الصحة العامة حق الشخص، لا يدل أنه هذا يعني مناعته جيدة أو وضعه كويس. في حاجة يسموها co-infection أو عدوتين في وقت واحد، لا هذه تكون أقوى على الجسم. لكن تعال خلينا نتكلم، وشكرا لسؤالك لأنه شيء بالشيء يذكر. لازم نفرق بين ثلاثة أشياء أساسية في الأشياء اللي موجودة في مجتمعنا وبيجينا في تكثر في فصل الشتاء. الإنفلونزا، فيروسات الزكام. ولاحظ أن قلت فيروسات الزكام، هي مو ما لها علاقة بالإنفلونزا، ما لها علاقة بالإنفلونزا وكورونا، لأن الناس تعتقد أنها واحدة. لا طبعا، لا طبعا. ولما أخذ لقاح الإنفلونزا أنا بأقي نفسي من الإنفلونزا، ما أقي نفسي من أمراض الزكام. بالضبط، أخذ لقاح الكورونا أنا أقي نفسي من الكورونا. وفيروسات الزكام أصلا ما لها لقاح، وأصلا وأعدادها كبيرة، يعني أكثر من 20 إذا ما خانتني الذاكرة فيروس تسبب الزكام. اللي بيزيد فرص إصابتنا بالأمراض في فصل الشتاء بالذات مو انخفاض درجة الحرارة أبدا. أول سبب للأشياء اللي متاح لها لقاح عدم تلقينا اللقاح. ثاني شيء في الشتاء، بعد نتكلم إحنا في سلوكنا، التجمعات داخل البيوت، دفايات، التجمعات قريبين من بعض، قريبين بعض، ما تطلع كثير برا لأنه الجو بارد جدا، فالتجمعات أكثر اندور. هذه التجمعات زائدا أنه الشتاء الجو فيه جاف، الجفاف الجو يساعد أكثر على انتشار الفيروسات، زائدا أنه درجات الحرارة المنخفضة جدا تقلل بعض الشيء نسبيا من كفاءة المناعة. فبالتالي هذا اللي يجعل فصل الشتاء هو الأكثر، يعني عدد الإصابات فيه أكثر. اليوم إحنا عندنا حلول، عندنا حل في لقاح الكورونا، عندنا حل في لقاح الإنفلونزا، وهي كفيروسات هي اللي تهم. فيروسات الزكام خفيفة جدا، ولا تقارن بالفيروسات الثانية. الفيروسات الثانية لبعض الأشخاص يعني قد تؤدي إلى الوفاة، فهذا اللي يهمنا نأخذ اللقاحات فيها ونقي نفسنا بإذن الله من خطر العدوى بهذه الفيروسات أو الإصابة بأمراضها. في عودة من قبل الناس لحبوب الزنك وحبوب الفيتامين سي، وأنها ترفع المناعة تجاه سواء الإنفلونزا الموسمية أو حتى كورونا. يا أخي المناعة أنا ما أعرف متى كذا لازم يجتمع مجموعة من العلماء، المناعة ما لها ظهر. أي أحد عنده أي شيء يقول لك ترفع المناعة أو تخفض المناعة، عارف المناعة عملوها بطريقة تحزن للمرة الكثير، يعني يمكن أنا بس عندكم في روتانا يمكن قلتها 4 أو 5 مرات. السادة والسيدات الكرام المشاهدين، ما في شيء في الدنيا اسمها أرفع المناعة. أول هذا شيء ثابت. هذا أول شيء. طيب. أرفع المناعة هذه حالة مرضية خطيرة. طبعا المناعة لما تطلع خارج السيطرة يكون في هايبر اكتيفيتي، هذه مشكلة. ليش نتكلم على مناعتي تكون كفو كومبتنت لقتال الأمراض لليفل معين؟ هذه أول شيء لازم نفهم القاعدة العامة، غذاء متوازن ولايف ستايل متوازن. يعني يجيني واحد 24 ساعة ما يتحرك و24 ساعة يأكل وما في ودخان ويجيني يقول لي أخذ فيتامين سي مناعة. فيتامين سي إيه؟ فيتامين سي حبيبي مرة يزعل لما اسمع الكلام ده، وأصلا فيتامين سي ما له علاقة مباشرة وتأثير مباشر على المناعة. فأنت تتكلم بحاجة أصلا غير صحيحة. الناس ليش هذه مشكلة؟ الناس تتكل يقول لك يا عمي أخذ حبتين فوار وخليني خارب صحتي وخارب أكلي وخارب هذه الأشياء. لما نتكلم نظام غذائي متوازن، مو خذ مكملات ورياضة،
يعني بشكل ونوم بالضبط احسنت. فهي هذه اللايف ستايل المتوازن المعتدل شكرا هو من يقوي مناعتك شكرا فقط. وزائدا طبعا لما ناخذ لانه في اشياء المناعه ما تقدر عليها يعني في امراض اللي هي الامراض اللي مثلا الاطفال من ولادتهم مثلا حديث الولاده الى ان يكبروا ياخذوها جدول التطعيمات هذه امراض خطيره يعني ما تقول المناعه بلا قاوم شلل الاطفال لا تقول لا قاوم الحمى الشوكيه هذه امراض خطيره جدا لا فخذ تطعيماتك تاكد انك اخذها وخلي حياتك معتدله وبس ولا تقول لي مكملات غذائيه ولا تقول لي كركم وفلفل ومره وسماق ومره وبخ يعني شوف يعني انا يعني ما بدخل في التفاصيل هذه لانه هذه يعني حتزعل ليش ليش الاعشاب يعني هي طب بديل وقائم انت 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 استاذ جمال انت محاور شاطر بس انت لا انا اسال لا انت وكلنا نسال ايه؟ لكن انا اقول لك انا دوري اسال اي صحيح يعني خليني اقول لك عشان احنا يسمونه مناديب الشركات الادويه اي شركه واي مختبر بحثي لو يعرف انه في الكركم في ماده تعالج اي مرض حبيبي انا اسير ملتي مليونير منها ماني محتاج اقول لك لا هذا ما ينفع خذ العلاج هذا ماني محتاج طب انا اخذ الكركم ولا المره ولا الشيء ده واستخرج الماده زي ما بستخرجها من اي اعشاب ثانيه ولا من ماده ثانيه وابيعها واخذ حبيبي حقوقها هذا مو صحيح الاشياء هذه بالعكس ثبت ضررها انا عندي عمتي الله يرحمها توفت بخلطه من الخلطات هذه فانا اتكلم هذه تدمر الكبد والكلى وتدمر الجسم فلا طبعا ما الطب البديل هذا يعني موضوع نعم. يطول النقاش فيه وخلينا نقفله احسن طيب رساله اخيره عن كورونا ماذا تقول كورونا ما زال موجود لكن الحمد لله اللقاح يعني يفي بالغرض الى الان انا اشوف انه يعني جميعا لازم نستمع للنشرات الصحيه التوعويه من وزاره الصحه في حال احتجنا لجرعه جديده في حال احتجنا لجرعه مختلفه في حال لكورونا او لغيرها لازم نتبع وزاره الصحه لا تتبعوا اشخاص عندهم متابعين كثير فقط هذا لا يخولوا انه يتكلم بعلم ولا تتابعوا شخص حتى لو كان مختص طبي يعني لازم تعرف انه الدراسات العلميه مو اي شخص في المجال الطبي يفهمها او يعرف ينقدها او وتدخل في تفاصيل كثيره منهجيه الدراسه الشريحه طبعا دراستها طبعا وقراءه الارقام ونقد الدراسه هذا حاجه جميل. مو اي احد يتقنها اشكرك جزيل الشكر الدكتور همام بن هلال عقيل لكل هذه المعلومات القيمه كان حوار ماتع معك شكرا جزيلا لك ومعلومات قيمه اتمنى ان الرساله اللي ذكرها الدكتور همام تصل اليوم لكل بيت ولكل منزل ولكل رجل ولكل امراه فيما يتعلق بكورونا اللقاحات امنه اللقاحات جاءت بالدرجة الأولى للحفاظ على صحة المجتمع بشكل أجمل الحفاظ على منظومة الصحة اللي تخدم الملايين اليوم وليس من السهل أن نقوم بالتفريط بهذه المنظومة وهذه اللقاحات هي من تحمي هذه الثوابت وهذه الأسس اللي بنيناها على مدار سنين كاملة نحن العديد من دول العالم بعد الفاصل لنعود حياكم الله من جديد في الوقت الذي تحرص فيه مختلف الجهات والوزارات في المملكة على إزالة جميع التحديات والصعوبات أمام صغار المستثمرين لاستمرارية استثماراتهم ونجاحهم إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تقلق هؤلاء المستثمرين في مجالات استثماراتهم هنا تحديدا سوف نتحدث عن مجال الدراجات الهوائية والذي يوجد فيه صغار المستثمرين أو يواجه صغار المستثمرين بعض التحديات والمصاعب حسب وصفهم نتعرف أكثر على هالنوع من التحديات اللي واجهها صغار المستثمرين مع ضيفي تركي سفر المستثمر في مجال الدراجات الهوائية حياك الله معنا الله يبقيك يسعد مساك وشاكر لكم حسن الاستضافة الله يحييك يا تركي أود أن ننوه فقط قبل أن نبدأ هذا النقاش أننا تواصلنا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعرضنا عليهم الموضوع الذي سيتم تناوله بعد قليل لازلنا بانتظار ردهم لحين بث هذه الحلقة وبالتأكيد حق الرد مكفول لهم في أي وقت تركي أنت بديت في هالنشاط اللي هو نشاط الدراجات الهوائية كمستثمر فيه واجهتك بعض التحديات
ابغى اسمع منك وش التحديات اللي واجهتك؟ الابرز والاول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ابرز تحدي اللي هو بالبنط العريض اللي هي وزاره البلديه. ليه وش الاشكال يعني؟ وزاره البلديه احنا بدينا من 2020 كممارسه تاجير واجاره تاجير دراجات هوائيه صفه متنقله. جتني الامانه في البدايه وخالفتني، قالت لي لازم تطلع رخصه. هذا الكلام متى؟ الكلام في 2020 في يناير او فبراير بدايه السنه. قبل لا يصير الاغلاق. نتكلم قبل عن الاغلاق، قبل الجائحه كامله. توجهنا وزاره الشؤون البلديه والقرويه، افادونا مشكورين اللي هو وكاله الرخص انه في لائحه تطبقها، بعد ما تطبقها تؤهل انك تحصل على رخصه. اخذنا اللائحه واخذنا تمويل على اللائحه. بس وش اللائحه؟ وش تشمل؟ يعني انت الحين اللائحه تشمل 9 انشطه متنقله غير غذائيه. ومن ضمنها اجاره تأجير الدراجات الهوائيه. احنا هم يتكلمون عن عربه حديثه، يتكلمون عن مثل الاسقاط الدعائيه وانه يكون ككيان رسمي للجهه. ايجار دراجات هوائيه من ضمنها بيع الورد المتنقل، من ضمنها اصلاح وتبديل زيوت السيارات، 9 انشطه. انشطه متنقله. انشطه هذه متنقلة. اللائحه يعني تتعلق بالانشطه المتنقله بس. اللائحه الصادره في 2020 من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان هي اللائحه الانشطه المتنقله غير غذائيه. غير غذائيه. هي حدها بالغير غذائيه. اجل انتم في فرق بينكم وبين الفود تراك. نحن غير الفود تراك اللي طيب. هي الاغذيه عربات الاغذيه. رحت وخذيت اللائحة وطلعت الترخيص. أخذنا اللائحة وطبقنا جميع ما في اللائحة بحذافيرها على شغل. هذا عام 2020. جينا عند وكالة ترخيص قلنا نبغى الرخصة، رفضوا قالوا الرخصة ما هي عندنا الحين، هي عند وكالة التحول الرقمي. نفس الوزارة. نفس الوزارة الشؤون البلدية والقروية. وصلنا عند وكالة التحول الرقمي، ذكرونا أنهم أخبروا وكالة الترخيص 90 يوم للأتمتة. يعني 3 شهور. استمرت الثلاثة شهور إلى سنة وتسعة شهور. طيلة هذه المدة لم أستطيع العمل أبدا، وإن عملت خلفت. بس لحظة، في 6 شهور منها هذه فترة الإغلاق. 6 شهور منها فترة الإغلاق. وعندك سنة وتسعة شهور. يعني نقدر نقول المتأخرين فوق السنة. طبعا جيناهم كم من مرة قلنا إحنا كيف كنا نشتغل قبل بلدي؟ أعطونا ورقي. قالوا لا، ورقي ممنوع نهائيا. قلنا طيب وش نسوي؟ احنا قوامنا شركة كاملة، احنا نتكلم عن اكثر من 20 موظف، واحنا نتكلم عن اكثر من 3 عربات، واحنا نتكلم عن مقر رئيسي للشركة وادارة عامة بجميع اداراتها واقسامها. ذكروا لي بانه يجب علي انتظار. انتظرت الى شهر 9. جينا في شهر 9 اصدرنا الرخصة ودفعنا الرسوم. برمضان. في شهر 9 ميلادي. ميلادي. اي نعم ميلادي. جينا يا طويل العمر طلعنا الرخصة ودفعنا رسومها، مارسنا النشاط اول يوم، جتنا احد ادارات امانة منطقة الرياض. قامت بسحب العربة بالدرجات جميع ما يشملها، وأصدر لي إشعار مراجعة عندهم في الأمانة. لحظة، هم صادروها؟ صادروها. هو قبل كان يخالفني، بس أنا قبل خالفني من حقه ما معي رخصة. يعني مو المفروض يكون في اتفاق بينهم، لأنه هو سبب التأخير ما هو بنا. يعني أنا استعديت، أنا علي التزامات مالية وعلي موظفين وعلي أجانب جبتهم من بلادهم عشان يشتغلون معي. لما يجيهم ننصدم إنه ما في أي تجاوب من وزارة البلدية، هذه كارثة. وصلنا يا طويل العمر الى مرحله انه نبي نطلع المحجوزه عندهم، قالوا ادفع غرامه اللي هي تبدا من 1000 توصل الى تتعدى 5000 ريال. دفعنا الغرامه، طلعناهم، قالوا هذه رخصتك، رخصه ممارسه نشاط. قلت طيب انا طلعناها. قال لا، الحين تروح تجيب لي رخصه ايجار موقع. قلت يا عزيزي الفاضل، انا اذا استاجرت موقع كذا انت في صفه الرخصه، انا مذكور في الرخصه، رخصه متنقله، لما تجبرني على موقع ايش الفائده؟ خليت لي موقع ثابت. بروح استاجر لي اي محل كذا يغنيني، يعني ادخل في الدوامه هذه والمتاهه اللي هي بدات من الوزاره واستمرت في امانه منطقه الرياض. كلمت اكثر مره، ما في اي تجاوب من الوزاره. وصلت الى اعلى راس في الوزاره اللي هو مع الوزير، تواصلت معه، وعدني ولم يحدث اي شيء من وعده. هذا الكلام في 2021 في شهر اكتوبر. قالوا بعدها امانه منطقه الرياض توجه الى دار عام الاستثمار، هي المسؤوله عن ايجار المواقع. جينا عند دار عام الاستثمار، ذكروا لي بحرف الواحد يقول لي انتظر 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 الين ما يطرحون مواقع جديده. يقول احنا ما اطرح. قلت طيب انت ليش ترخص لي؟ قال والله انتظر. قلت طيب انا عن نفسي انا بنتظر، بس وراي جهه تمويليه، وراي موظفين. ذكرت لك تم تسريح اكثر من 50% من الموظفين بسبب عائق وزاره البلديه. احنا كنا ماشيين صح،
احنا كنا مضبطين امورنا، احنا كنا ماشيين على اعلى سيستم موجود كشركات او ككيان تجاري، ولكن وزارة الشؤون البلدية والقروية رفضت تماما انها تتجاوب معنا وتشوفنا حل المشكلة. تواصلنا، وصلنا في ابريل 22 انه في شركة استثمارية استلمت المواقع من ضمنها الحدائق. جينا عند الحدائق واستثمرنا ودفعنا ايجار تقريبا حوالي شهر، انا المفترض ما يكون في ايجار، انا دفعت اصول رخصة، ليش تجمع ايجار؟ انا ما عندي مشكلة، دفعت ايجار. مارستها في 3 أو 4 أيام وتم ايقافي. ليش؟ يقول لي هذه رخصتك ما هي بتبع إدارة الحدائق، اللي هي في أحد إدارات أمانة منطقة الرياض. توجهت إدارة منطقة الرياض الأمانة، قلت لهم أنا قد دفعت رسوم المستثمر اللي عندكم، قالوا لا هذه مهم من عندنا. قلت طيب من عند مين؟ قالوا من عند الإدارة العامة للاستثمار. أجي عند الإدارة العامة للاستثمار برضو، يقول لي انتظر. يعني أنا ما أدري مدة انتظار إلى متى بتوصل. ما في وقت. ما في وقت. الموضوع مفتوح. ما في وقت. أنا وصلت الوزارة 62 مرة. وصلت الوزارة 62 مرة. من وكالات ومن إدارات في طيلة ال3 سنوات هذه. آخر مرة في أكتوبر وصلت عند معالي الوزير، قلت له يا معالي الوزير أنا ما عاد أبغى أشتغل، أنا أبغى رسوم الرخصة، خلاص ما عاد أبي أشتغل. تبي تنسحب؟ إحنا ما ننسحب، إحنا نبي نوقف نزف، وسبب النزف اللي هي وزارة البلدية. كم خسائرك من 2020 إلى اليوم؟ 2020 إذا بتتكلم لي من غير أصول توصل إلى 250,000، إلى أكثر من 250,000. ربع مليون ريال، 300,000 ريال تقريبا او اكثر من 300، 400 في هذا الحدود، في هذا الرينج. بس احنا نتكلم حتى عن الاصول اللي موجوده عندنا الان ما تقدر ب 2020، واحنا نتكلم ترى كمشروع نوعي، انه احنا ممكن مشكلتنا احنا سابقين عصرنا. أي. لانه في النقل التردد الجديد واللي بيكون فيه المترو واللي يكون فيه حفلات، بالعكس هذه تسهل، هذه مكمل للنقل. احنا نخدمهم، احنا في المايكروبيليتي هذا اللي هو تخصصنا احنا نخدمهم. هل في منافسين لكم؟ يوجد منافسين، شركات كبرى. في احد الشركات راس مالها 7.5 مليون ولا يملكون رخصه ويشتغلون ويعملون. اي لانه ليش؟ عشان يقدر يتحمل الغرامه يعني، ولا ما ادري والله وش المسببات اللي عنده. بس انا عن نفسي انا اقف في المرحله انه في احد المرات جتني بلديه شمال الرياض وصادرت بضاعتي واصدروا لي اشعار مراجعته، جيت مراجعته نزلوا لي مخالفه، جيت الحجز عشان استلم البضاعه المصادره نصها تالف سبتهم. قلت انت خربتها لي. قال ان ما وقعت لي انها سليمه ولا ما بتستلم منها شيء بهذا النص. يعني ما هي معقوله اني ادفع غرامه وزياده عليها ادفع. ما اكتشفت ليش غايب التنسيق بين الامانه والوزاره، بحكم ان الوزاره هي المظله للامانات؟ اي هذه المشكله، انها الداخليه عندهم في الوزاره. انا كمستثمر ليش تردني؟ طيب وفي شركات حاليا جايه من برا المملكه العربيه السعوديه وتمارس نشاطها وايضا مخالف. منين جايين؟ جاي من دوله الامارات العربيه المتحده. اي تمارس نشاطها في المملكه العربيه السعوديه ونشاطهم ايضا مخالف. نحن اول من اصدر رخصه ايجار وتاجير درجات هوائيه في المملكه العربيه السعوديه، ومع ذلك كما ذكرت لك لم تحميني من غرامات ولم تسمح لي بالعمل ولم وجودها مثل عدمها. حتى زي ما ذكرت لك احنا طلبنا الرسوم كنا مع الوزير ما نبي نشتغل. جت احد الوكالات قالت اسبوعين ونحل مشكلتك. من اكتوبر الى الان كم نتكلم عن اسبوع؟ احنا اللي دخلنا من شهر اكتوبر 22 لاخر مقابله يعني شهر 10، يعني 3 شهور لكم تقريبا لحد الان، لنا اكثر من شهرين ونص تقريبا من يوم 20 اكتوبر قابلنا فيها معالي، وكان الوعد على اسبوعين، هو اللي ضيعنا المواعيد الواهيه هذه، او انه كل اداره ترمينا على الاداره الثانيه. يعني حتى امانه منطقه الرياض اصلا يوم جيتهم بالرخصه منصدمين ما يعرفون. كم سعودي فقد وظيفته عندك؟ عندنا تم التسريح اكثر من 13 موظف سعوديين. نعم، وفي 3 أجانب تم تسريحهم خارج انها خدمات. ما تقدر تتحمل؟ ما اقدر، انا متعثر عند الجهه التمويليه الان بسبه وزاره الشؤون البلديه والقرويه. قلت لي انه في شركات كبرى قاعده تنافسكم، صح؟ موجوده وجات من بعدنا، جات من بعدنا. طيب بس انا بفهم منك، بحاول استوعب صراحه، هل مجال الدراجات الهوائيه في هذا النوع من الاستثمار لما تتكلم عن 7 بليون ريال كرأس مال، هذا معناته انه العائد حقه كم تقريبا يعني يوميا؟ احنا ما نتكلم عن هذه، وفيه التحدي الاكبر اللي في البلديه.
لا بس هذولا انا ليش ابغاك تذكر لي اليوم كم العائد تقريبا من 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 دخل هذه التجاره؟ انا ما اقدر اذكر لك بالضبط لان هي اصلا تعتمد اول شيء على الجو العام. يعني حاليا موسم الشتاء اللي هو الموسم اللي اكثر عمل فيه، يعني بعز ايامك كم يصل الشركه الاستثماريه كم يصل تقريبا دخلهم اليومي؟ انا كرقم اتحفظ لاني ما ادري كم الصراحه، انا ما ابي اضيع المتابعين كرقم. اي انت بالسوق بعرف انا، لاني بجيك بسؤال اخر مرتبط فيه. توصل الى 150%. 150%؟ اي كهامش ربح. كهامش ربح، كهامش ربح تتعدى 150% في حالة ان البلديه خلتنا نشتغل، البلديه ما خلتنا نشتغل. طيب كيف هذول يشتغلون وما عندهم رخص الشركات الاستثماريه؟ هو فكرته بالباركود اللي بالاجهزه الذكيه. طيب انا فكرتي اني اجي بالعربه ويجيني العميل الى موقعي، او انا اتوجه له المواقع العامه والحيويه في منطقه الرياض وامارس تاجيري. فهو لما يجي امانة منطقه الرياض، انا يوم رحت الحجز شفت من الشركات هذه الثانيه موجوده، بس انت لو بتتكلمني عن الشركات الثانيه عنده فوق 3000 دراجه، ما تقارني بواحد عنده حوالي 1000 و1000. يعني ما يضر لو اخذوا منه 10 ولا 50 احنا ما نتكلم عن على غرامه 20000. اي ما اذا تقول ربحه 150% ما يخالف يتنازل عن 50% بحسبة بدو، يعني على ما يقولون. هذه في حالة انه يتنازل عن 50% من هالربح غرامة، في حالة ان البلدية خلتهم، البلدية ما خلتهم. بعد احنا مشكلتنا مع البلدية وندور ونحوم حول البلدية. انا بديت بالمراجع، ما تخطيت اي مرجع، وصلت الى الوكالات، وصلت الى منطقة الرياض، ذكرت لك اني وصلت المعالي الوزير مرتين وجميعها مواعيد واهية ولا تبت الحقيقة باي صلة. يا اخي لا تعلقني كل ما في. انت اليوم تبي تطلع من السوق؟ تبي تتخارج؟ لا انا ما اخارج عمري الان، لاني بنشوف ايش اللي بيصير مع وزاره البلديه. اذا استمر الحال بتتخارج ولا بتكمل؟ للاسف اني قاعد بسوي الحين الموظفين الباقي من وين ادفع لهم رواتب؟ جهه التمويليه من وين اعطيها؟ الاصول اللي عندي من وين اجيب لها صيانه؟ المستودع اللي عندي مستاجره من وين ادفع قيمه تجاره؟ هذه كتكاليف، هذه كحسبه علي. انا ما ادري الوزاره هي مغيب عنها هذه التكاليف او مغيب عنها هذا الكلام. والمشكله الاكبر انه يطلع في تويتر وفي احد القنوات الثانيه يقول صرحنا ورخصنا. ما رخصت، ما رخصت، وين هي؟ لا هم رخصوا، لكن الاشكال الكبير اليوم في 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 التنسيق ما بين انا لما تقول لي رخص انك سمحت، انت لم تسمح. انت اسمح لي، رسومك دفعتها، رسومك دفعتها، ما استمرت ولا 25 الى 30 دقيقة حتى تم الدفع رسوم وزارة البلدية. يعني المشكلة هي برسوم ولا هي في أي من الشروط الثانية، كلها مطبقة. أسعد رسالتك الأخيرة. رسالتي الأخيرة أتمنى وزارة الشؤون البلدية القروية أنها تلتفت التفاتة صادقة اللي قاعد يصير في السوق حاليا. أتمنى لك كل التوفيق تركي. شكرا لك. أتمنى لك استمرار عملك إن شاء الله قريبا بإذن الله. بإذن الله رسالتك إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله قريبا تسمع من الوزارة أخبار تسرك إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك تركي سفر، مستثمر في مجال الدراجات الهوائية. الحقيقة اليوم لما ننظر إلى هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأهم في هذه المشاريع هو الاستدامة لهذه المشاريع. وفي حال لم نستطع اليوم تمكين هذه الشركات المتوسطة والصغيرة أو المايكرو فاينانس اللي نحن نتكلم عنها، إذا لم نستطع دعمها من خلال مؤسساتنا الحكومية، فإحنا فعلا عندنا إشكال حقيقي. بعد الفاصل لنعود. حياكم الله من جديد. تعد القهوة واحدة من أبرز المشروبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث أنها من المشروبات الأكثر شعبية على مستوى العالم، وتتعدد وتختلف طرق إعدادها ومكوناتها، وكما أن لها الكثير من الفوائد التي تعود على الجسم، لكن ليس على صحة البالغين فحسب، بل أن الأمر قد يطال الأطفال أيضا الذين يتناولون القهوة، وهو ما أكدته إحدى أخصائيات التغذية عندما قالت إن القهوة تعالج تأخر النطق لدى الأطفال. ينضم معي عبر سكايب الأستاذة ديمة الهاجري، أخصائية تغذية علاجية. مساء الخير أستاذة ديمة. مساء الخير، أمسي عليك وعلى جميع المشاهدين بالخير. الله يحييك أستاذة ديمة. أستاذة ديمة، كان لك تغريدة تحدثت فيها عن تأثير القهوة على الأطفال اللي يعانون من تأخر في النطق،
أبغى أسمع منك إذا كان في أي دليل علمي على هذا الأمر، خصوصاً أنه احنا تعودنا يعني من كبار السن عندنا أنه الطفل إذا تأخر في النطق يقولون شربوا قهوة، فهل هذا دقيق أو لا؟ طيب اسمح لي أشرح لك بس الفكرة من وين بدأت. تفضلي. الفكرة أنه يشاع بين الناس أن الأطعمة السعودية التقليدية هي أطعمة غير صحية، وأن عادات وأساليب آبائنا الأوليين أنها غير صحيحة. وأوضحت الدراسات أن معظم الأطعمة السعودية هي أطعمة صحية، وأن أسلوب وعادات آبائنا الأوليين هي عادات صحيحة. والدليل هذه التغريدة. التغريدة إيش تقول؟ تقول سابقاً لما كانوا الناس يشربون قهوة كانوا يشربون أبنائهم معهم، مما يسرع في نطق الطفل ويعطيه فصاحة بالكلام. التفسير العلمي أن القهوة تحتوي على معدن اسم المعدن الكوبالت اللي يخفض البوتاسيوم، فيعطي الطفل فصاحة بالكلام ويخليه ينطق بسرعة. والبديل الآمن للقهوة هو اليانسون والبابونج. أنا ما أقول لهم إيش القهوة، بس أنا أقول إن كلام آبائنا الأولين هو صح. هم اللي يعطي الفصاحة بالكلام للطفل هو معدن الكوبالت. خلني أعطيك مثال ثاني. تفضلي. لا بس. لا يخفى عليك. قبل ما أسمع منك المثال الثاني، بعرف أصلاً أسباب التأخر بالنطق هل لها علاقة بغذاء الطفل من البداية من 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 ولادته؟ هل هذا يسبب تأخر النطق؟ غذاء الطفل؟ أسباب تأخر النطق كثيرة، ومنها المعادن. من أسباب تأخر النطق إن إحنا فرضاً نهمل الطفل وما نتكلم معه. وسبحان الله ربي حط الرضاعة الطبيعية إنها تساعد الطفل في التطور. نعم. كان عندك مثال ثاني حبيت تذكرينه، تفضلي. لا يخفى عليك شحم الخروف. تذكر قبل فترة من الفترات قالوا إنه مضر، وأوضحت الدراسات الحديثة أن شحم الخروف مفيد بكميات معينة. اللي هي قصدك؟ وهو الودك. الودك. إيه. وش الودك؟ إن إحنا نذوب شحم الخروف اللي متصل نعم. باللحم. ويصير سائل نحفظه بالثلاجة ونطبخ فيه. هذا أفضل من الزيت النباتي. والدليل. الدليل لاحظ صحة وأعمار آبائنا الأوليين. ولاحظ صحة وأعمار الجيل الحالي. إحنا كأخصائيين تغذية إيش دورنا بالمجتمع؟ دورنا بالمجتمع هو التوعية بالأطعمة الصحية والأطعمة المضرة، وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030 اللي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان. وإيش تهدف له؟ تهدف إلى تحسين صحة المواطن، الوقاية من الأمراض المزمنة، رفع متوسط الأعمار. بشكل عام هي تهدف إلى أن المواطن ينعم بحياة صحية. لذلك أنا حملت ثلاث أهداف في رسالتي. الهدف الأول أن التغذية الصحية ببساطة هي من أكل البيت، وأن إحنا نوعي بالأطعمة الصحية التقليدية أنها مفيدة، والتوعية بأسلوب آبائنا الأوليين في التغذية. فعشان كذا أخذت هذه التغريدة، إن أهلنا يقولون القهوة تنطق، وفعلاً القهوة تنطق، والبديل الآمن بدل القهوة هو اليانسون والبابونج. التوعية بالأطعمة الصحية، يعني قبل الحين إحنا إيش شفنا؟ شفنا أن الجيل الحالي يتجه إلى الأطعمة السريعة، إلى المعلبات، ويترك ثقافتنا الأصلية. فحق الوطن علينا المحافظة على التراث الغذائي، حق أبائنا وأجدادنا علينا أن احنا نحفظ أسلوبهم وعاداتهم الصحية وننشرها إلى الأجيال الحالية والأجيال القادمة. نعم. يجب أن نعتز بثقافتنا. جميل. أستاذة ديمة، هل هناك نصائح يمكن عادات قديمة تتطابق مثل حالة القهوة ونطق الأطفال مع الآراء العلمية حالياً؟ أنت ذكرتي برضو مثال الودك، في أمثلة أخرى مشابهة لهالمثال؟ قبل يقولون التمر مسامير الركب. صحيح. طيب الدراسات الحين شو تقول؟ شو تقول؟ تقول التمر مضاد أكسدة
ومضاد للالتهابات ومضاد للأورام ومصدر للمعادن المفيدة للعظام بما فيها الفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ومصدر لفيتامين ك الضروري لصحة العظام القوية. فكلامهم صحيح، التمر مسامير الركب. بس طيب مثال ثاني. تفضلي تفضلي. قبل وش كانوا ياخذون على السحور؟ تمر ولبن. التمر واللبن وش فايدتها؟ عالية بالبوتاسيوم فتقطع العطش. مثال رابع الإقط. تعرف الإقط اللي هو المضير؟ نعم. البقر. نعم البقر نعم. ايوه، في دراسه اصدرت قبل اسبوع تقول ان الاقط علاج لتشحم الكبد، يساعد في خساره الوزن، يخفض سكر الدم، يقلل الكوليسترول والدهون الثلاثيه، غني بالكالسيوم، غني بالفسفور، مفيد لصحه العظام. هذا كله الاقط بالبروتين. هذا بالاقط الحاله. محرومين اجل والله. طيب. حنا طيب خلني اقول لك بعد مثال زياده. تفضلي. التمر والطحينية، تعرف الطحينية اللي احنا نغمس فيها؟ نعم. مثل سايلة. هذه مليانة بالبروتين ومليانة بالكالسيوم، مليانة بالمعادن. حبة البركة مع التمر، حبة البركة تقوي المناعة وتساعد على الاستشفاء وتحمي من الإصابة بالأمراض. آخر مثال معي اللي هو القهوة العربية. القهوة العربية آخر الدراسات شافت إنها تقلل الوزن، تقلل السكر، وتقلل الضغط. والقهوة السوداء؟ القهوة السوداء هي مفيدة ولكن بحدود. يعني كم حجم القهوة السوداء الكافية للشخص يومياً؟ كحد أقصى لا يتجاوز 3 إلى 4 أكواب باليوم. وفي طريقة معينة أو تفضل بالنسبة لكم أنتم أخصائيين التغذية؟ يعني القهوة العربية أنت ذكرت لها الكثير من الفوائد، لكن البعض يقول أنها على المدى البعيد، خصوصا أنها تشتمل يمكن على بعضها على هيل وغيره، يمكن من مسمار وغيره وغيره، أو عودة البعض يسميها، يقول لك أنه هذه تأثر حتى على الجهاز الهضمي مع الاستخدام الطويل. أي مدى هالكلام دقيق؟ شوف أنا بقول لك نصيحة، قهوتنا العربية هي مليانة مواد طبيعية، يعني الهيل ترى هو زرع ينزرع ويقطف، المسمار نفس الشيء طبيعي، هي ليست قهوة مصنعة زي اللي نشتريها ومعها مبيض. قهوتنا طبيعية، قهوتنا السعودية هي قهوة طبيعية صحية، حتى وإن اشتملت على الهيل والزعفران والعود اللي هو المسمار. نعم. هذه كلها صحية. آخر الدراسات تقول إنها تحفز الدماغ وتنبه المخ، ومرة ممتازة. للأسف أصبح بديلها القهوة السوداء. لكن خليني أسألك عن تغذية الأطفال تحديدا، وهذا هو يمكن موضوعنا الأساسي لليوم. إذا كان في نصائح توجهينها للأسر عن تغذية أبنائهم، وش تقولين؟ شوف أنا عندي نصيحتين أساسية. النصيحة الأولى إذا كان الطفل عمره من 0 إلى 2، وهي إذا الأم لازم تحاول أنها ترضع الطفل رضاعة طبيعية. الرضاعة الطبيعية جدا مفيدة للطفل، تقوي المناعة، تعتبر علاج لكثير من الأمراض، لأن بمجرد ما يرضع الطفل يدخل أجسام ويحللها جسم الأم، يعني ويصنع لها حليب خاص فيه بهذه المرحلة، يشوف وش يحتاج البيبي ويصنع لها حليب. هذا العمر من 0 إلى 2. العمر أكبر من 2 النصيحة هي واحدة فقط، وهي كالتالي: الطفل يتعلم بالتقليد، فكونوا له قدوة حسنة. الطفل يقلدكم، كلوا أشياء صحية عشان يأكل معاكم. أشكرك جزيل الشكر أستاذة ديمة الهاجري، أخصائية التغذية العلاجية، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل لنا.
ختام يا هلا، إلى اللقاء.